برحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر نور الشباب نبدا نهارنا مثل ما دائما تعودنا بالكتاب المقدس واليوم مع الاب جوزيف سعد الراهب الماروني المريمي المجد اقرأ من انجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي الى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. عاد يسوع بقوة الروح الى الجليل، وذاع خبره في كل الجوار، وكان يعلم في مجامعهم، والجميع يمجدونهم، وجاء يسوع الى الناصرة حيث نشأ، ودخل الى المجمع كعادته يوم السبت، وقام ليقرأ. ودفع اليه كتاب النبي اشعيا وفتح يسوع الكتاب فوجد الموضع المكتوب فيه روح الرب علي ولهذا مسحني لابشر المساكين وارسلني لانادي باطلاق الاسرى وعوده البصر الى العميان واطلق المقهرين احرارا وانادي بسنه مقبوله لدى الرب ثم طوى الكتاب واعاده الى الخادم وجلس وكانت عيون جميع الذين في المجمع شخصة إليه فبدأ يقول لهم اليوم تمت هذه الكتابة التي تليت على مسامعكم حقا والأمان لجميعكم بهالإنجيل يلي عم نسمعه بنشوف يسوع يلي عم بيرجع على أرضه على وطنه على الضيعة اللي ربي فيها على الناصرة ومنشوف يلي يسوع بيقول بما أطعتني ما من نبي مكرم في أرضه هالحدث يلي عم نشهد عليه اليوم هو لنا نحن كمان ياما وياما أوقات ضمن النطاق اللي نحن منشتغل فيه ومنتواجد فيه أوقات كتير بالعائلة بالشغل ما بيكون لنا هالإبراز أو هالبروز أو هالطلة يلي دايما العالم بتشوفها وبتلحقنا عليها ببلش الإنجيل عن يسوع يلي الكل عم بمجده وهو كان بزات الوقت عم يهرب من هذا التمجيد وبعادة اليهود بس يشوفوا كانوا حدا غريب أو حدا له فترة غيب عنهم عن المجمع عن هالوقت الصلاة اللي كانوا يجتمعوا فيه كانوا يقدمونه الكتاب لحتى يقرأ وخصوص إذا كان عنده نوع من الشهرة يستمعوا يستمعولو ويشوفوا شو الموضوع يلي رح يحكي فيه هالموضوع منه غريب عن يسوع وهالموضوع بيتطبق عليه لانه اشعيا بالاخر ما حكي غير عن يسوع مشان هيك بيقول روح الرب علي يلي شفناها كانت بالمعموديه ولهذا مسحني لابشر المساكين يسوع بانطلاقته للبشاره شفناه دائما بين الاشخاص اللي اكثر شيء كانت بحاجه بين الفقراء بين المعترين بين الاشخاص الفقيره او يلي كانت بحاجه لمين يشفيها هون بنشوف هالاسره اللي عم بيحكي عنن وارسلني لانادي باطلاق الاسرى ما عم نحكي عن الأسرة السجون والحروب والاعتقالات عم نحكي عن سجون الحريه حريه الايمان حريه الدعوه لتلبيه صوت الرب وحريه الانطلاق نحو البشاره كان الشعب اليهودي كله مثل ما منعرف محكوم بالدينونه بحكم الشريعه كان الكل تحت الشريعه والشريعه كانت حبس لكل الشعب اليهودي بانتظار الخلاص بانتظار مجيء يسوع المخلص تيرجع يرجع يفتح الطريق بين الملكوت بين الجنه والشعب اليهودي ويرجع يربط الارض بالسماء فمن هنا يسوع عم بيقول لهم اليوم تمت هذه الكتابه التي تليت على مسامعكم يا يعني ما تفتشوا بغير محل صارت الشغله واضحه وانا عم بقول لكم اياها وهيدي كانت مشكلة اليهود الأكبر لأنه كان بالنسبة لهم هو إنسان عم يحكي باسم الله هو إنسان مثله مثلهم بيعرفوا مين أمه ومين بيه كانت هون هيدي المشكلة الأساسية أنه نحن منعرف أهله نحن منعرف من هو ومن وين جاي وشو خلفيته البقية اللي جاي منا كيف معقول يكون هو المخلص يلي بالنسبة لهم كان مفروض يرد مجد إسرائيل يلي كان على عهد الملك داوود هن كانوا ناطرين ملك قائد للجيش قائد ثوره يرجع يحرر اسرائيل من العبوديه الارضيه انما كان يسوع واضح بكلامه وقت اللي قال مملكتي ليست من هذا العالم وكان واضح بتصرفاته كانوا كل مره يجربوا يشهروه يترك المدينه ويطلع دائما على القفر لبرا تيرجع يتامل برسالته يتامل بحضور ربنا بحياته يتامل بالرساله بهالكيس يلي يعني ائتمنوا القاب عليه حتى يرجع ينطلق بجديد برسالته وهيدي الدعوه لالنا نحن ويمكن اليوم قادرين نشوفها اكثر بقديسينا وخصوصي بعيد القديس شربل يلي يعني اليوم عم نعيد هَلْ هالعيد سوا وهالذكرى سوا هالقديس يلي يعني تخلى عن كل شيء تخلى عن ذاته تخلى عن قراراته وتبع ربنا بحياته اقوال ما تنسب له اقوال انما اليوم تمت في الكتابه روح الرب علي ولهذا مسحني لابشر ما راح كفي اكثر من هيك بهيدي الايه تعتنف نفهم اليوم انه البشاره هي للكل واليوم الدعوه مفتوحه لالنا كلنا اذا كنا مكرسين اذا كنا حبسه مثل القديس شربل او اذا كنا مكرسين داخل اديارنا مثل الحردينه واذا كنا علمانيين مثل كتار من القديسين يلي عايشوا قديستهم بالعالم نحنا مطلوب منا ننطلق تنحرر كل شخص سجين بعبوديته كل شخص سجين بافكاره اليوم نرجع عم نتذكر دائما هالعجيب يلي عملها شربل يلي كانت ببعض المحل محدوده بعقلنا البشري مثل نذكر سراج الزيت يلي ضوي المي لانه كانوا بكل بساطه عم بيجربوا هالقديس وكان هو ايمانه بربنا كبير قادر يحرك كل مشكلة وهسراج المي ضوى معه نحن اليوم سراجنا يمكن صار على آخر يمكن سراجنا مليان زيت بس زيتنا صار على آخر قد حلو اليوم بشفاعة مار شربل نطلب شفاعة ربنا نطلب شفاعة حتى أمنا مريم يلي يعني كانت دايما رفيقة الدرب وهي دايما رفيقة الدرب للمكرسين حتى ما ينقطع الزيت حتى تضل هالمسحة اللي مسحنا فيها لحظه لتعمدنا تعمدنا تكون دائما عم بتشع على جبيننا بصليب القداسه ونكون نحن رسل عم ننطلق نحو العالم لحتى نكون بالفعل قادرين نقول روح الرب علي وهو ارسلني لابشر امين مشاهدينا بنتوقف مع فاصل ونرجع من بعده لنتعمق اكثر بانجيلنا لليوم مع الاب جوزيف سعد عودي لكم مشاهدينا لنتعمق نتعمق اكثر بانجيلنا لليوم مع الاب جوزيف سعد ابونا بدنا نرحب بحضرتك عن جديد معنا ميرسي انطوني ابونا بدايه الانجيل تبعنا ببلش عاد يسوع بقوه الروح الى الجليل اليوم شو الفكره من بدايه الانجيل بهالطريقه اذا ما نفهم هيدي الفكره بنرجع نربط شوي الانجيل بموقعه وين 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 عم بيصير الانجيل هو بانطلاقه مسيره يسوع العلنيه وبيجي دغري من بعد تجربة الشيطان ليصوم من بعد ما صام الأربعين يوم فهيدا الصوم وهيدا الانتصار على الشيطان خلى يسوع يمتلي من الروح القدس وبطبيعة الحال نحن لحظة اللي منمتلي من الروح القدس مثل مثل يسوع بننطلق دايما نحو من الروح بيودينا وبيطلقنا إنما بزيت الوقت هذا الإنجيل بيكفي وبيشهد يسوع وبيقول ما من نبي مكرم في وطنه في ارضه فهذا الرابط هون بنشوف انه الروح القدس بفعل منه رجع يسوع على ارضه ووطنه حتى يعيش هذا الاختبار يلي هو يمكن اذا بدك شوي التصادم بفكره انه الشعب بذات الوقت عم يفتش كيف مجده وبذات الوقت هن مبسوطين بعوده يسوع يعني بالنسبه لهم هو حدا مشهور مش هيك حدا نسبيا غريب لانه له فتره ظاهر من الناصره فاذا اعطوا الكتاب طائر يقرا لانه حدا يهودي غريب عن اهل عن ارض هي او عن اهل هيدي الارض وبذات الوقت عنده نوع من الشهره وهون بنشوف يسوع اللي كان دائما عكس العالم يلي عم بتفتش تشهره كان عم يفتش كيف هو يضل متوارى عن الانظار وما عم يشهر حاله هالقد لانه كان هدفه مش هو يبين انما الرساله اللي هي اللي حم... هو حملها أبونا بدي اتوقف عند نقطه ذكرتها حضرتك هلا واللي هن الشعب والنقطه ايضا فسرت عنها خلال كلمتك بتقولنا انه اليوم الشعب هو اللي كان عم يعطي هذا المجد للمسيح بوقت انه المسيح ما كان عم يطلبه كان همه بالرساله وهالشعب نفسه بنرجع بنشوفه باناجيل لاحقه هو اللي بيتخلى عن المسيح فقد ايه بكثير من الاوقات نحن كمان بنلاقي حالنا بنفس هذا الموقع لما بنفكر انه نحن عندنا هذا المجد بعدين بالاخر بنصدم بالحقيقه انه هيدا المجد كان كله مبني على باطل اذا فينا نقول او على عالم هي فعليا كانت معنا لاجل مصلحتها الها اذا بنجي نشبه المجد اللي بنعيشه فينا نتخيله تلة رمل هالتلة رمل اذا في شويه هواء حولها بالصحراء بتلاقيها عم تعلى واذا شوي قوية العاصفه الرمليه بتلاقيها تغيرت معالمها كلها المجد اللي بنعيشه بحياتنا هو كثير شبيه بهيدي الاشياء انه اليوم انا يمكن عم ببني نوع من المجد بس السؤال لاي لا متى ولوين ولمين اذا هالمجد بس حتى انا بين وهي الصوره لإلي ما ننسى انه انا هلا هون يمكن بكره بغير شغلي بغير رعيتي بغير نظام حياتي بغير وطني وارضي طب هيدا المجد بيتضعضع وبيتصدع وبينزل وبيطلع وما انه شيء ثابت تقول انه انا اليوم بنيت لإلي مملكه من المجد المجد هو مثل 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 الغبره مثل ما بتجمعه وبتتعب فيه تتجمعه وبتعمل هيدي الصوره لالك بثواني ممكن يختفي، والشعب اليهودي كان ذات الشيء، كان شايف بيسوع هالعظمه، كان لاحق يسوع لانه كان عم بيشفي، كان لاحق يسوع لانه ببعض المطارح كان عم بيفهمن الكتب والتوراه عكس ما كان عم بيحكي فيهن الكتبه والكهنه، عند يسوع كان في نظره تانية نظره قريبه من الشعب، نظره شايفوا فيها الله قريب منن. بس ما ننسى بذات الوقت هالضعف الانساني يلي كان بذات وقت عندهم فيه الطموح للمجد الاسرائيلي، طموح لترجع مملكه داوود، وقت اللي شافوا انه اليوم لحظه اللي اجى يسوع وفي هالاعمال كلها اللي عم بيعملها كثير منيح تنمشي وراه وقالوا نحن الثوار وراك وفي قوه، وقت اللي لاحظوا بعدين بوعظات يسوع باحاديثه صارت العالم تتركه لانه بطل عم بجاوبهم على هل الزخم اللي هن فايتين فيه على الثوره ضد الرومان على اعاده مجد اسرائيل ومملكه داوود صاروا هن يتركوه لانه صار عم بيقول احبوا اعدائكم، يعني كانت الفكره مش وارده عندهم لانه كانوا على صراع كثير قوي هن والرومان والجوار ترجعوا يستردوا حقوقهم ويحكموا ذاتهم واراضيهم، وبذات الوقت لحظه اللي وصلوا على الحكم على يسوع، بربس كان حدا من الثوار وكان حدا قاتل او حدا كان عم بيقود الثوار نحو انتصارات لو يمكن جزئيه ولو كان عم يلقي القبض عليهم بس كان بعض المطارح قادر يحرك بالرومان عكس السوعي اللي كان عم بيقول لهم حبوا الرومان فاذا هالاختلاف بوجهه النظر خلى هالمجد يلي يسوع كان اصلا عم يهرب منه يكون هو السبب بالدينونه يلي وصل له. ابونا بدي يكفي بنفس الموضوع يلي هو عن الشعب حضرتك كمان نقطة تانية فسرتها اليوم الشعب كان عم ينظر للمسيح هو من وين أو مين أهله وللأسف نحن بكثير من الأوقات كمان بنوقع بنفس هيدا بنفس هيدا الخطأ لما بنصير نحكم على الشخص على من وين جاي أو شو بيملك قديش كيف نقدر نتعلم نتخطى هيدي الفكرة وخاصة إنه نحن نكون عم نحكم على الشخص أو عم نقيم الشخص على أساس معرفته على أساس قدراته من هيدي الفكرة نحن بعدنا بعدنا بذات الجو تخيل دايما إذا تنرجع أكثر على جو بس على الضيع بتوصل توصل وتعرف عن حالك إذا مش كثير معروف بالضيعة أول سؤال بيسألوك ابن مين؟ صحيح إذا البي مش كثير معروف جدك مين؟ يعني بيروحوا هيك اثنين جنراسيون ثلاثة جنراسيون تشوفوا كيف معقول نربط هذا الشخص بالمجتمع اللي نحن عايشين فيه بصفي إذا بيك حدا آدمي تصير تقول الحمد لله وتصير تنفتح الابواب قدامك واذا بدك عمل له شي ضارب صغير لا سمح الله بتلاقي الابواب عم بتسكر بوجهك عم ايه هذا ابن فلان وهذا ابن فلان وقال له شيء يعمل لك ولا شيء يعمل بتخسر الشيء اللي انت تعبت على حالك سنين عم تبنيه اللي هو ذاتك وشخصيتك والقدرات اللي انت عم بتنميها فيك من ورا يمكن اسم كتير بسيط انه انت ابن فلان ما يسوع صار زيت الشيء بصوص له قال انه ما هذا ابن يوسف ومريم انه بيو نجار انه مين بده يكون مين بده يكون وشو ليش بده يحكي بهيدي بهيدي الطريقه وبهيدي البلاغه ومنه دارس مثل ما دارسين الكهنه ومنه متعمق بالكتب منه منه دارس لاهوت خلينا نقولها مثل ما هي وعم يحكي بهيدي الطلاقه إنه كيف هي عم بتصير؟ ونحن اليوم بعدنا منعيشة كثير بمجتمعنا بنسكر على بعضنا بس لانه اجى ابن فلان او زيحه اجى ابن فلان، بصير نعمل هالمقامات والمراكز لاشخاص بس لانه على الهوية هو ابن فلان ويمكن ببعض المطارح لا قادر يفيدني ولا خدمني وبالعكس بمطارح أنا مني مستفيد وأنا خسران بس لأنه هو ابن فلان لازم أعطي أنا هيدا المنصب وهيدا المقعد وهيدا الكرسي وأنا زيح وصار لازم نتعود أن ننطلق من معطيات الشخص بذاته شو قدراته شو دراساته شو طموحاته لوين حابب يوصل شو مشروعه مش بس ننطلق أنه اليوم إجا ابن فلان ابونا الانسان يلي بيكون واقع اسير للخطيئه كيف بيقدر يلاقي مفتاح الحريه المعنويه والروحيه تلاقي المفتاح المعنوي بيبلش دائما من الحياه الروحيه الحياه الروحيه هي بتحرك الانسان اليوم السعاده الفرح كل شيء بنشوفه ايجابي بحياتنا اذا بنجي وبنطلع بعمقه منلاقي اساسه روحي اليوم قد في عالم اغنياء ومرتاحين على وضعهم بس بتلاقيهم مش مبسوطين بحياتهم، قد في عالم فقيرة وبتضل بحاجة ومحتاجة بس بذات الوقت بتلاقي الدنيا بسعادتها وبابتسامتها مش سيعتها. اليوم السلام الروحي والسلام الداخلي يلي منعيشه هو اللي بحرك كل شيء من حولنا وبيخلينا نحنا نعرف يمكن نلبس النظرة الأفضل لحتى نقيم المجتمع من حولنا. دائما علينا نعرف نطلع على المجتمع من حولنا بطريقة تكون إيجابية ومتناسبة مع الشيء هو السلام الداخلي اللي أنا عم بعيشه. اليوم قادرين نقعد بأوضة مظلمة ونغمض عيونها فوقا وأنا أنا ما بدي أشوف الظلمة، وقعد بظلمة داخلية زيادة. فيني بذات الوقت داخل هيدي الغرفة الظلمة فتش على منفذ على وسيلة أو على طريقة أقدر ولو أنه استخرج نقطة ضوء يمكن أبحث بالحياة يمكن لقى أنه بمحل في بردية يمكن الاقي شمعة يمكن الاقي دايماً بدي ابقى فتش وغير بحالي انا داخل هيدي الغرفه المظلمه اللي انا عايش فيها مش غمض عيوني اقول الدنيا مظلمه فاليوم الحياه الروحيه والحياه يلي منعيشها مبنيه من هون من انطلاقتها هيدي الروحيه وانا كل ما امتد من ربنا كل ما بصير هالشي اللي ما عم من حولي قادر افهم ليش عم بيصير معي هيك وليش عم تصير معي هيدي الفكره وليش انا هيدي تعرقلت يلايك هون فتحت اوقات كثير بتصير معنا انه بيبقى نهارنا متفركش بنهار ما له اساس على اساس حاطط بروجرام بتلاقيه تغير كليا وبتلاقية تاني نهار ابسط بكثير مما انت كنت متخيل وقت اللي كنت متخيل الدنيا رح تتعقد لانه بكل بساطه صرنا عم نعرف نوجه حياتنا الروحيه تجاه ربنا عم نعرف نختني بربنا فمن هون الحياه المعنويه يلي منعيشها هالبسمه اللي بنرسمها بطلت تمثيليه بطلت انه عم بقطع وقت بطلت انه ايه يلا ما هيدا نهار مثله مثل غيره وبده يقطع لا خلينا نعرف عن جد نبني حياتنا الروحيه لانه حياتنا الروحيه قادره تبني كل شيء بقى بحياتنا ان كان شغلنا ان كان يومياتنا ان كان وقتنا ضايع قادرين بحياتنا الروحيه نلاقي له تصنيف وتوجيه ابونا بسؤال اخير قبل ما نختم لقاءنا مع حضرتك حول الانجيل كل يوم نسمع انت فيك تكون قديس انت كمان فيك تكون قديس انت كمان مدعو للأداسة ولكن فعليا نحن كيف بنقدر نكون قديسين او نمشي على هيدا الدرب او كيف فينا كمان مثلا مثل مار شربل نضوي سراج سراجنا حتى لو بالمي بتعرف من كلمات الترتيلة بتقول هي لما يسوع بيدعيك لبي نداءه على طول من هون الانطلاقه اذا انا عم فتش على الأداسة بدي اعرف فتش عند القدوس اليوم حكيناها كذا مره وقت اللي بدي دواء بدي انزل على الفرماسيه على اطلب هناك. وقت اللي بدي اكل بدي انزل على السوبر ماركت وقت اللي بدي شغله ثانيه بدي اعرف وين قصدها حتى لاقيها انا اليوم طالب القداسه ما في اطلب القداسه من الانسان من خي الثاني في اترافق انا وياه على مشوار القداسه ايه بس يوم القداسه بطلبها من ربنا وانا بذات الوقت انا قديس لانه انا ابن له القدوس وانا نهار اللي تعمدت ما وقع في مجال للتراجع عن هذا المشروع انا اليوم قدوس خلص متبوغ مبصوم حامل عيلة القدوس يعني اليوم سالوني مين بيك بقي الله الاب ما بقى في مجال قول انا ابن فلان او ابن فلان او انا جاي من ورا فلان انا ابن لهالقدوس القداسه صارت جزء من حياتي الشطاره صارت انا اليوم كيف بنميها هون مش بس رح استشهد بالقديس شربل رح نستشهد بالحردينه يلي بيقول الشاطر اللي بيخلص نفسه صارت مشروع القداسه مشروع ذاتي مشروع انا عم بشتغل عليه ما في يكون مثل القديس الشربل ما في يكون مثل الدي ما في يكون مثل الرفقه ما في يكون, يكون مثل حدا بدي يكون انا انا بذاتي باغلاطي اليوم القديسين بنشوفهم كانوا كل يوم يعترفوا كانوا كل يوم يعترفوا انه كانوا, كانوا عم يشتغلوا على ذاته ما كانوا عم يشتغلوا على صوره ثانيه تيكونوا مثلها وقت اللي انا عم بشتغل على ذاتي قادر شوف قدام هالنور اللي عم بشع قدامي اقل خدش صغير بحياتي الروحية وجرب جلسه ووجهه حتى تكون عم شع يوم عن يوم أكثر وقت اللي أنا عم بتمثل بشخص تاني وبدي يكون مثل حدا تاني ما راح أوصل مطرح ما أنا بدي أوصل أوصل كوني مثل هذا الشخص التاني يلي هو منه مشروع القداسة مشروع القداسة إني يكون متل مثل يسوع ومشروع القداسة إني اقول له نعم نعم على شو؟ نعم على مشروعي يلي هو بالأساس أنا اخترته وربنا عم بيكمله معنا إن كان مشروع زواج ان كان مشروع بتول وان كان مشروع أه تكرس انا علي اليوم امشي هالمشوار مع يسوع سلموا حياتي سلموا ذاتي سلموا مشاريعي وانا باكد لك باليوم القصير نختبر حضور ربنا اكثر من 24 مره بكل دقيقه وبكل ساعه قادرين نختبر حضور ربنا وباشياء كثير بسيطه بس برجع بقول لك نحن اوقات كثير ما عنا القدره انه نقشع ويكون عندنا هيدي النظرة تنميز حضور الرب وتفاصيل تدخله بحياتنا ولو انه ببعض المطالع نحن بنقول نحن احرار وانا سيد نفسي وانا سيد حياتي انما دائما يسوع بحط علامات صغيرة لحتى نحن نضل عم نخطي هالخطوة لقدام وتكون ثابتة ولا مرة متزعزعة ابونا بختام لقائنا كلمة بتحب تقولها يسوع انطلق بشرحه اليوم عم بقول اليوم تمت هذه الآية هالآية يلي عم تحكي عن حب الرب لإله والطريقة اللي مسحوا فيها تينطلق للعالم نحن اليوم بزيت الوقت هالآية موجهة لإلنا نحن اليوم أولاد الآب نحن اليوم الرب اختارنا ومسحنا وأرسلنا حتى نكون كنيسة قادرة تحب قادرة تسامح قادرة تعطي قادرة تشيل من ذاتها تلغي ذاتها لحتى تكون عم بتشع بصوره ربنا يلي كلها مجد، فخلونا نحن نعرف نختار وين بدنا مجدنا، نعرف نختار وين نبني حياتنا الروحيه لحتى يكون هالمجد جزء من حياتنا الروحيه وجزء لا يتجزا من حضور يسوع بحياتنا لحتى نكون فعلا نحن صوره بتمثل القداسه بحياتنا امين امين طلب جوزف سعد الرهب الماروني المريمي نحن بدنا نتشكرك على وقتك وحضورك معنا اليوم مرسي انطوني مشاهدينا أن نحن ايضا بدنا نتشكر متابعتكم لنا ونتمنى لكم احد مبارك الى اللقاء